ففي سؤال عند العنزي، اللي فيه ظروف تمنعكم ما تطيرون، او كيف تعلمتوا على هذا العمل الجيد هذا؟ الطيران الشراعي يعني كاشتراطات له، طال عمرك الهواء هو الاساس فيه، نعم سرعه نعم الرياح والرياح. نعم. الحد الثاني طال عمرك في كل منطقه فيه يعني نادي للطيران الشراعي، في مدربين مؤهلين، سهل ان كل واحد يقدر يتدرب عليها، من السهل يعني. نعم. بس ان لها اشتراطات، انك لازم الحصول على عضويه، ولازم الحصول على تراخيص، انك تصير يعني مؤهل انك تحصل على الطيران، رخصه الطيران الشرعي. ما شاء الله. طيب نسمحكم عذر احبابي وفريق الديوان.